بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يحزنون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وما أدراك ما
خير لك من الأولى ولا
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن فإذا فرغت فانصب وإلى وهذا البلد
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعى صدق الله العظيم.